طيب، من ضمن الأخبار والأحداث المهمة جدا وهي بطولة الأمم الأفريقية تحت 21 سنة اللي بتقام هنا في مصر بالتحديد لشباب طبعا في المنتخبات المختلفة بمشاركة 4 منتخبات، مصر والمغرب والكاميرون والكونغو. مصر لعبت أول مباراة، كسبت الكونغو 3-0، وهتلعب النهاردة أيضا مباراة مهمة جدا مع كاميرون الساعة 8 بالليل، وبيتلعب في هذه اللحظات مباراة الكونغو والمغرب، وفي الشوط الثاني تحديدا دلوقتي بتستكمل هذه المباراة، وأعتقد الكونغو كان متقدم على المغرب بفارق 3 نقاط. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي عشان نسأله على كل التفاصيل اللي تتعلق بهذه البطولة وبخصوص كمان المباراة اللي بتقام في هذه اللحظات. يا كريم، مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بك يا كريم. عايزين نطمن على البطولة بشكل عام، التنظيم كمان وكل ما يتعلق بهذا الحدث الهام والمؤهل لكأس العالم بإذن الله. بالتأكيد طبعا يا أمير، يعني يمكن زي ما كل جمهور النادي الأهلي متعود، التسليط فقط مش على كرة القدم، لا، في ألعاب جماعية ويمكن في ألعاب فردية كمان لها صولات وجولات كبيرة جدا. كالعادة طبعا قناة النادي الأهلي بتغطي كواليس البطولة الأفريقية تحت 21 للكرة الطائرة رجال. يمكن طبعا انت عارف يا امير، مجمع الصالات مش هنتكلم عليه كالاستاد القاهره حاجه رائعه ومميزه جدا، تنظيم على اعلى مستوى كعاده طبعا كل التنظيمات اللي بتكون في مصر. كان سبق الكره الطائره كاس العالم لكره اليد، في تنظيم اكتر من رائع وفي بطوله اكتر من رائعه. بناكد كمان على هذه البطوله، بطوله مميزه جدا، يمكن فيها 4 فرق مش بتشترك في هذه البطوله، لكن بطوله كبيره جدا في قيمتها، لان اللي هيكسب البطوله يا امير هيروح لكاس العالم. يمكن دي حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا، وده امر يعني اكيد طبعا ما بنشوف لعيبه النادي الاهلي متواجده كمان مع المنتخب الوطني. احنا عندنا 6 لاعبين امير في المنتخب الوطني للكره الطائره تحت 21 سنه، اذكرهم معاك طبعا واذكر كل جمهور النادي الاهلي بيه: عبد الرحمن الحسيني، انس شوقي، اياد ايهاب، مروان الصافي، ابراهيم رسلان، وعمر الشريف. يمكن طبعا دول لعيبه مميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فاكيد اضافه لمنتخبنا الوطني. النهارده يمكن زي ما انت ذكرت زميلي امير، متواجد فريق الكونغو وفريق المغرب في مباراه قويه جدا، لكن الاغلبيه للكونغو، لان يمكن الكونغو فرق مميزه جدا، وكمان المغرب يمكن من خلال سؤالنا واسئلتنا عن الاستعداد الخاص بالمغرب، الكورونا يمكن اثرت عليهم بشكل كبير جدا، توقف النشاط اثر عليهم بشكل كبير جدا لهذه المباراه وهذه البطوله بشكل عام. يمكن زي ما بقول لك طبعا أمير، كل الاجواء هنا مميزه جدا، كل الاجواء بالنسبه للتغطيه الخاصه بالبطوله بشكل عام، سواء الدكتور سامي حمدي رئيس الاتحاد المصري متواجد، ايضا كمان رئيس الاتحاد الافريقي المغربي بشرى طبعا متواجده بتحضر كمان مباراه اليوم، وهتحضر ان شاء الله مباراه مصر القادمه، وايضا كمان هي مباراه نهائي مبكر، لان احنا عارفين طبعا الكاميرون كسب اول مباراه بنتيجه 3-0، يكون نهائي مبكر كبير جدا لمصر ان شاء الله، اللي يحسم هذه المباراه يقدر مباشره يكون عنده مباراه تحصيل حاصل يوم الاربعاء مع المغرب. منتخب مصر هيكون يوم الاربعاء على ميعاد مع المباراه الخاصه بمباراه المغرب، يعني ان شاء الله تكون اغلبيتنا اعلى في هذه المباراه، لكن ان شاء الله النهارده يحسم منتخبنا الوطني تحت قياده كابتن هاني عبد الحميد طبعا المدير الفني لمنتخبنا الوطني هذه المباراه. مباراه صعبه ومباراه جيده، لكن املنا كبير جدا في كل لعيبتنا، عندنا عناصر مميزه، التخطيط والتجهيز كان مميز جدا لمنتخبنا الوطني، ان شاء الله باذن الله نكون في الميعاد ويكون لعيبتنا كلها في الميعاد، ويقدر منتخبنا الوطني يحقق الفوز النهارده ويحقق فوز يوم الاربعاء ويصعد ان شاء الله لكاس العالم للانديه. عايز اذكر بس امير حاجه سريعه جدا، يمكن المنتخب ده هو حاصل على رابع العالم في البطوله الاخيره اللي كانت في تونس، فيا رب ان شاء الله باذن الله يتخطى هذه البطوله ويكون ليه ترتيب كمان في بطوله العالم للانديه القادمه. ان شاء الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. هي بطوله كاس العالم للمنتخبات، وان شاء الله مصر تكون يعني من ضمن او احد المنتخبات اللي تتاهل لهذه البطوله، هم 2 اللي هيصعدوا من البطوله اللي بتقام حاليا في مصر بحضور طبعا منتخبنا الوطني للشباب للكره الطايره والمغرب والكونغو والكاميرون. مباراه اليوم غايه في الاهميه، وهي اللي هتحسم باذن الله الصعود ما بين مصر والكاميرون، دي هتكون الساعه 8 ان شاء الله، منتخبنا يكون موفق في هذه المباراه.